absolutely good place. Yeah, to be honest with you, I'm not very happy. I'm not very happy tonight because I needed a different color on the medal. Because this time I was thinking that we have a very, very big chance to make it. But alhamdulillah, we got something for the club. We got something for Egypt. We got something for Africa. So we got the medal. The same as last year. If I'm critical to myself and my team, we did not improve. But if I'm humble and appreciate what God gave us, alhamdulillah, we got something. Our supporters deserve something, and they are happy they came here. They were singing. At least they got something, you know. So that is what is important on the positive side of this. And the last positive side is we do back to back. The players, these players are very good. They do back-to-back Champions League, back-to-back CAF Super Cup, back-to-back in the World Cup. Alhamdulillah, it means I have a good team. I have the players. And I want to thank the board of Ali. I want to thank the supporters of Ali. I want to thank everybody for all the support and contribution we get, the support. And we can do better, to be honest. We can do better. طول قوي في الاجابه الحب بس اجيب لك اللي قاله هو بيقول اول حاجه بيقول للامانه برغم الميداليه البرونزيه اللي حققناها النهارده انا مش سعيد كان نفسي احقق ميداليه بلون تاني مختلف انا كنت مؤمن ان السنه دي وكان عندي عقيده ان السنه دي ممكن احقق ميداليه افضل من ميداليه السنه اللي فاتت بس الحمد لله جبنا حاجه ميداليه عشان نرجع النادي الميداليه دي بنهديها للنادي ولبلدنا مصر البلد مصر يعني والافريقيا مش بس للنادي الاهلي قال لك ان كان سيدي عنده امل يحقق الميداليه اكتر من كده بس بيقول لك خلاص ان شاء الله السنين الجايه بيشكر مجلس اداره النادي الاهلي بيشكر رئيس النادي الاهلي للدعم المتواصل بيشكر جماهير النادي الاهلي اللي بتدعمه على طول وبيهدي له ميداليه. اوكي عايز اساله سؤال كمان هو فيما يتعلق بجمهور النادي الاهلي. طيب خليني مستر بيتسو موسيماني نروح بمؤتمر صحفي ويل كونتينيو ليتر. اوكي جود لك. طيب يعني مستر بيتسو موسيماني في هذه اللحظات عنده المؤتمر الصحفي وبالتالي يعني كان لازم دلوقتي يسيبنا ويروح هناك لكن هنحاول باذن الله ان احنا نجيبه تاني ونتكلم معاه لان عندنا محاور كتير جدا عايزين نتكلم فيها مع مستر بيتسو موسيماني اللي في الحقيقه عامل مجهود كبير ومشوار عظيم جدا مع النادي الاهلي الان عوده للاستوديو وان شاء الله باذن الله هيكون في كواليس اكتر واكتر استنونا. وما زلنا عايشين اجواء الفرحه هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى ارجوكم انتظرونا.